ما شفت الوصفه اللي قدامكم ديت اتحمست جامد جدا وقلت لازم اعرف الطعم بتاعها عامل ازاي. اللي حمسني اكتر بقى ان مكوناتها سهله جدا جدا، من كتر سهولتها مش هتصدق ان الوصفه دي بالمكونات البسيطه ديت. فالصراحه اتحمست جامد جدا وعايزك تتحمس معايا وتعمل لايك وفولو، ويلا بينا نجرب الوصفه السهله اللذيذه ديت. وهنبدا دلوقتي في اول مكون معانا. هنحتاج اي نوع بسكويت، طبعا الكميه حسب الرغبه، وهنختار بسكويت بالكاكاو يفضل زي ما انتم شايفين كده. ده البسكويت اللي انا اخترته، دول حوالي 170 جرام بسكويت. هنبدا بقى دلوقتي نطحن البسكويت ونرجع لكم تاني. وبعد ما طحنا البسكويت زي ما انتم شايفين كده، هنحتاج معلقه بيكنج باودر، وبعدين نبدا نقلب الخليط كويس جدا، واخر حاجه هنحتاجها كوبايه حليب. وتخيلوا كده ان مكوناتنا يعتبر خلصت كده خالص. هنبدا دلوقتي نقلب الخليط بتاعنا كويس جدا، وبعد ما قلبنا الخليط بتاعنا ونعم معانا بالشكل اللي انتم شايفينه دوت كده، هنبدا بقى دلوقتي نجيب القالب بتاعنا ونبدا بقى نصب الخليط بتاعنا واحده واحده. وبعد ما صبينا الخليط في القالب بتاعنا، دلوقتي بقى هندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه لحد ما تستوي معانا كده وتتماسك، ونرجع لكم تاني. يلا بينا. وده كده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. زي ما انتم شايفين كده يا جدعان الشكل جامد جدا. وطبعا عشان تتاكدوا ان هي استوت ولا لا، هتجيبوا الخله دي كده وتحطوها كده. لما تطلع معانا من غير ما تطلع عجين خالص، يبقى هي كده يعتبر كده استوت. والصراحه يا جدعان دي تخيلوا معانا ان دي كيكه من دون دقيق، من دون بيض، من دون سمنه، من دون اي حاجه، يعني هو بس بسكويت وبيكنج باودر ولبن. طيب دلوقتي نبدا نطلعها من القالب بتاعنا. وزي ما انتم شايفين كده، ده كده شكلها بعد ما طلعناه من القالب وورق الزبده. هنجيب دلوقتي قالب شوكولاته ونبدا نفتحه. طبعا الشوكولاته حسب الرغبه، اي نوع شوكولاته بتحبه ممكن تجيبه. هنجيب بقى الطبق بتاعنا ونبدا كده بالراحه نحط عليه قالب الشوكولاته كده، وهنجيب سكينه ونبدا نساوي الاطراف كده، وهنيجي كده من الجنب من هنا برضو نساوي كده. وزي ما انتم شايفين ده كده الشكل اهوت بالظبط، القالب مرسوم على قد قطعه الكيك اللي احنا عملناها. دلوقتي بقى فاضل اهم خطوه معانا، هناخد دلوقتي الطبق دوت ندخله في الميكروويف او الفرن مثلا، نسيبه لمده دقيقتين لحد ما الشوكولاته تسيح معانا، ونرجع لكم تاني ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. ورجعنا لكم بعد ما طلعناها من الميكروويف او الفرن بتاعنا. بصوا يا جدعان الشكل عامل ازاي، الصراحه الشكل جامد جدا، تحسوا ان هي لوحه فنيه. طبعا دي اللحظه اللي انا مستنيها. بصوا كده يا جدعان، بسم الله الرحمن الرحيم. اوه، هنجيب بقى المعلقه بتاعتنا وتاكل بقى والف هنا وشفا. بصوا معلقه مليئه بالكيك والشوكولاته وحاجه جامده جدا يا جدعان. تعالى بقى دلوقتي ندوق ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. عايز اقول لكم ان الشكل لوحه فنيه زي ما انتم شايفين كده يا جدعان. الصراحه انا اول مره اطلع حاجه بالشكل الجميل دوت. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوق. تخيلوا معايا بقى بتاكلوا معلقه عباره عن قطعه كيك وعليها بقى ايه، قطعه مكعب شوكولاته جامده جدا. بسم الله. اول ما بتاكل المعلقه بتلاقي الشوكولاته بتدوب في بقك، مع الكيكه اصلا عشان خفيفه بتدوب مع الشوكولاته. الصراحه الكيكه مليئه بالشوكولاته يا جدعان، وطعم الشوكولاته عشان زياده شويه، فعامل طعم جامد جدا. جربوها سهله جدا جدا. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، ونشوفكم في فيديو جديد. بيس.